مشاهدينا الكرام، أوفي برنامج لأهل الاتحاد الاستضافات المتميزة للشخصيات والكفاءات الإماراتية لازالت متواصلة بالبرنامج. اليوم نحط رحالة بإمارة أبو ظبي، ضيفي لليوم وهو أيضا بقصة نجاح متميزة عنوانها السفر والترحال. ضيفي هو السيد عبد الله آل علي، رائد أعمال إماراتي. أهلا وسهلا. أهلا فيك دار وحش رحبك. تمام، سعادة جدا بتواجد حضرتك معنا اليوم. نورت البيت. منور فيك، شكرا. بالبداية طبعا حابين نتعرف أكثر عن حضرتك، نتعرف عن السيد عبد الله آل علي ونعرف جميع مشاهدينا عليك. أول شيء مرحبا فيك دار في البيت، نورتي البيت. معك عبد الله محمد العري من ابو ظبي، خريج بيئه وصحه وسلامه، واشتغل في نفس مجال عملي في شركه توتال. طبعا بدايه كان شغفي اللي هو السفر والسياحه، بس التخصص ما كان متوفر، الحمد لله حاليا متوفر. طبعا الحين قدرت اوازن بين شغلي وبين شغفي، وفتحت شغلي الخاص المختص بالسياحه والتعليم. شغف السفر اللي طبعا كان متواجد بحياتك بطريقه كبيره جدا، دائما العوده الى هذا الشغف الرئيسي. اليوم نجد المشروع الذي يعنى بهذا الشغف، ولكن دعنا نبقى عن بدايات. دائما يوجد بعض الاشخاص في حياتنا يكونون مؤثرين، يكونون داعمين لشغفنا، داعمين لنا في المرحلة الدراسي الاكاديمي، داعمين بكل ما هو له علاقه بنجاحنا. من هم الاشخاص الاكثر داعمين لنا؟ طبعا اول شيء اخي، اخوي الكبير احمد. عندك بعد مدرسيني اللي مروا علي، لان كانوا من جنسيات مختلفه، فكل ما اشوف مدرس او مدرسه يعني احاول ابحث عن دورهم، فصرت مهتم بهالموضوع وشوي شوي بديت يعني بعد ربع ساعدوني يعني. طبعا ما اقدر انسى اكبر الداعمين لي اللي هو مديري الاستاذ عبد اللطيف، لانه دائما واقف معي، دائما يشجعني في اني اخوض تجارب السفر، يناقش معي الدول اللي انا بروحها، وطبعا يساعدني في موضوع الاجازات وينسق معي الامور هكذا. كل هذا الدعم طبعا اساسي جدا لاي شخص، لان يكون شخص ناجح وطموح وله هذه الايجابيه في الحياه، ولكن لا يمنع اي طريق من وجود بعض التحديات. التحديات تختلف من فتره معينه الى غير، تحديات ايضا تكون اساسيه ليتحقق هذا النجاح. ما هي ابرز التحديات اللي حسيتها من بدايه الطريق؟ شوفي، انا اقدر اقول هي ثلاث تحديات. التحدي الاول لان انا قاعد اشتغل في هالشغله بنفسي، يعني انا ما عندي تيم معاي، انا يعني موظف بدوام كامل، ونفس الوقت عندي مشروع خاص، فاحاول اوازن بينهم. عندك التحدي الثاني ان كان عندي فكره وكنت حاب اقدمها لشخص ما، بس يعني رفضت الفكره، وكان بامكاني ان انا استسلم، بس حاولت ان انا اتحدى نفسي و اسوي الفكره هذه بنفسي. يعني مثلا اذا انا ما حصلت الفرصه ممكن انا افتح باب الفرصه فيه. ما من قصص نجاح ولدت بسهوله او كتبت بسهوله، دائما يوجد هذه التحديات او بعض الاشخاص الذين لا يؤمنون بفكرتنا، ولكن اليوم الدليل انه هذا المشروع اصبح على ارض الواقع. اليوم من فكره، من شغف ذاتي، اصبح شغف جماعي ومؤسسه، وايضا تغير المفهوم، لم يقتصر على الشغف، وإنما أصبحنا نتحدث عن جانب توعوي وجانب تعليمي. دعنا نبدأ من بداية فكرة السفر وشغف السفر. هذا الشغف كيف اكتشفته في نفسك في البداية، إنه أنا أحب إنه أسافر وأكتشف دول كثيرة؟ شوفي، الشغف بدأ من حصة الجغرافيا، لأن أنا وايد كنت أحب الجغرافيا، كنت أشوف الخريطة وأحاول أرسم دول وأحاول يعني أثقف عن هاي الدول. أول ما صار عمري 18 أنا على طول دخلت الجامعة وبديت أشتغل أساس يعني أقدر أوفر تكاليف السفر، يعني ما أعتمد بس على أهلي، أعتمد كذلك على نفسي. فبديت أسافر كأي حد سفر سياحي فقط. مع الوقت أشوف يعني في شيء ناقص، أنا لازم أغير. فبديت مثلا أسوي أعمال تطوعية، أو مثلا أروح مثلا أزور عوائل، أجرب أشياء مختلفة. فمع الوقت حبيت موضوع التطوع. بس في الوقت الحالي إذا أنا بسافر أو إذا حد بيسافر معي، السفرة تجمع كل شيء، جانب سياحي، ثقافي، تعليمي، عمل خيري وتطوعي، ونفس الوقت
التسوق والأمور الثانية. طبعا هي كانت مبادرة شخصية من عند حضرتك، لأنه تتوسع من جانب الترفيه للسفر أو الاكتشاف إلى جانب أنه تكون فعليا بتقدم شيء للناس اللي أنت متواجد عنده أو لهذا البلد نوعا ما. اليوم تحمل صورة الشاب الإماراتي من خلال هذه المبادرات الإنسانية، المبادرات التي تختلف من بلد إلى آخر. دعنا نتحدث عن البلدان والسفر، وهو شغف يجمع جميع الأشخاص، ولكن في بعض الأسئلة السريعة. أطول سفرة سبع عبد الله لوين كان؟ أطول سفرة كانت أول سفرة لما أنا بديت فيها كانت الانطلاقة. السفرة كانت عبارة عن شهر، واخترت أروح إني سنغافورة، أستراليا، ونيوزيلندا. في البداية كنت أسافر مثلاً مع صديق، مع أهلي، بس لما بديت أسافر لحالي اخترت هذه الرحلة الطويلة يعني. فطبعاً كان في تخوف من الأهل ومن أبوي وأمي إن كيف راح تروح مدة طويلة يعني. فسبحان الله رحت سويت كل اللي في خاطري، ولما رجعت من هاي السفرة اكتشفت ان انا اقدر اسافر، يعني اقدر اكون صديق نفسي ومتى ما ابغي اشيل شنطتي واسافر. وهاي كانت الانطلاقة. هذه اطول سفرة. طب اغرب بلد سافرت؟ اغرب بلد ممكن اقول مدينة تشيرنوبل في اوكرانيا، لان انفجر فيها المفاعل النووي قبل تقريبا يمكن 30 سنة. فأنا كنت حاب أروح هذا، لأن أنا درست عن الإشعاعات النووية، فكنت حاب أروح هذه المدينة وأشوف بعيني شو اللي صار فيها. اليوم لما نحكي عن السفر دائما الأشخاص اللي بيسافروا بيقول بعد السفر بيصير عندك رغبة لتسافر أكثر. بالضبط. كأنه هرمون السفر بيرتفع عند الشخص بعد كل سفرة. ليش مثلا؟ إنه ما شاء الله حضرتك مسافر عدد كبير من الدول، تقريبيا كم عددها؟ 68. 68 دولة. بعد كل سفرة بيصير عندك هذا الشعور إنه تسافر أكثر وتكتشف أكثر؟ بالضبط. حسين إنه شوفي العالم كبير، وحتى لو رحتي نفس البلد مرة ومرتين وثلاث بعد في أشياء ثانية ممكن تتعلمينها. فما يعني ما أعرف، أنا أعتبره إدمان. قديش ساعدك أستاذ عبد الله المجتمع الإماراتي المتميز بأنه مجتمع متسامح، مجتمع بيجمع عدد كبير من الجنسيات ومن الثقافات ومن العادات والتقاليد من كل العالم، أنه في هاي السفرات ما بتلاقي الصعوبات للتأقلم مع الأشخاص، بتقبل الأشخاص باللغة أيضاً؟ صحيح. قديش ساعدك هذا الشيء؟ شوفي أكيد ساعدني وايد، لأن نحن يعني في الإمارات متعودين إن عايشين نحن مع جنسيات مختلفة كأننا عائلة واحدة. فلما أسافر يكون سهل علي إن أنا أعرف هذا البلد من هذا الشخص، يعني اللي مثلاً التقيت فيه في الإمارات، ولأني أسمع مثلاً اللغات واللهجات، فصير سهل في التواصل مع الناس. كذلك احترام الأديان، إن نحن بلد التسامح، فأي مكان أروح يعني مثلاً أنا أزور مثلاً كنائس ومعابد و عدد من الأماكن الدينية. نعم. بتلاقي هذا التقبل وهذا التسامح الموجود. بالضبط صحيح. اليوم دائما لما نحكي عن السفر صرنا بنحكي بشغف اكثر، لانه انقطعنا لفتره معينه من خلال جائحه كورونا اللي مرت طبعا على العالم اجمع. هذا الشعور وهذه الوقفه او الفتره التي انقطع فيها السفر كيف مرت عليك استاذ عبد الله؟ والله كانت صعبه، بس انا استغليتها لصالح المشروع. يعني مثلا قبل كورونا، قبل ما يبدا بشوي، انا كنت ماخذ اجازه طويله من الشغل، وكنت حاب ابدا اول رحله تطوعيه في دار ايتام. فرحت وقعدت تقريبا عندهم ما يقارب 3 اسابيع، بعدين صارت يعني صار موضوع الجائحه، فكانوا الناس يرجعون، فاضطريت اني انا ارجع. استاذ عبد الله، التطوع الذي اصبح طبعا جانبا اساسي وطابعا في السفرات اللي بتسافرها، خلينا نبتدئ من البدايه، فكره انه يندمج الجانب التطوعي بشغف السفر، كيف جاء؟ شوفي انا كنت رايح مره كوريا وشاركت في برنامج تطوعي لمده يوم واحد وحبيت الفكره. فبعدين قلت ليش ما اشوف تجارب في دول مختلفه، واحنا دائما متعودين ان افريقيا فيها فرص تطوعيه كبيره، لكن ما كنت عارف كيف اوصل لها. فقررت اني اروح رواندا بدون اي تخطيط، بس انها سياحه للبلد. فسبحان الله صار لي موقف يعني كانه هديه من الله. وصلت المطار وانا قاعد انتظر سيارة الأجرة توصل يعني. فصارت الانتظار، في مجموعة ناس قاعدين هنا وكرسي واحد فاضي والجهة الثانية الكراسي كلها فاضية. فأنا رحت وقعدت عند شخص واحد، أول ما جلست عنده كلمني عربي، فأنا تفاجأت أن يعني أنت رواندي كيف تتكلم عربي؟
وهو طلع عايش في الإمارات بس متعلم اللهجة الإماراتية، وقعدنا نتحاور يعني. فهو كان عنده بس ترانزيت في رواندا وعقب يروح كينيا، فقررنا أن نتبادل وسائل التواصل الاجتماعي. خلاص أنا كملت رحلتي وهو راح على كينيا. بعدين وأنا أشوفه هو يصور قاعد يحط دار أيتام، فسألته شو الموضوع؟ قال لي هاي الدار مال أبوي. فقلت له هل في المستقبل أقدر أزوركم؟ بالعكس حب الفكرة ورحب فيني. وبعدين خلاص من بعدها صرت كل سنة أروح، يعني لازم كل سنة أروح دار الأيتام وشوف شو اللي عندهم ونحاول نغير ونطور في المكان. يعني من هون كانت الانطلاقة من باب الصدفة. نعم. للعمل التطوعي. خلينا نحكي أكثر عن الأعمال التطوعية اللي رافقت السفرات اللي قمت فيها بفترات ماضية. وين كانت؟ بأي دول؟ شو كان طبيعة هذا العمل التطوعي؟ طبعاً مثل ما قلت في كوريا كنا رايحين مكان مخصص كدار مسنين، ونفس الوقت في يعني جزء لأصحاب الهمم. فكنا نروح طبعاً بحكم أن كوريا ما نقدر نتفاهم معهم كثير يعني لأنه في عائق اللغة يعني، بس كنا نروح كمتطوعين من كل دول العالم ننظف المكان، نطبخ للناس أو مثلاً لأصحاب الهمم الموجودين، وكذلك نساعدهم أن في يبون مجموعة برودكتس فنحن نسوي لها تركيب داخل دار في الدار، بعدين هم يبيعونها. فمن هالناحية نحن نساعدهم أنهم يستفيدون مادياً بعد. طبعاً سلسلة الرحلات غير منتهية عندك أستاذ عبد الله، خلينا نحكي شوي عن المستقبل. شو الرحلة القادمة؟ شو تحضيراتكم لها وخاصة جانب التطوعي؟ حالياً عندنا رحلة اسمها طريق فيتنام، راح تكون في شهر نوفمبر مع جائزة العيد الوطني. طبعاً بتكون مدتها 9 أيام، فبتكون رحلة ترفيهية، بتكون ثقافية، راح نزور فيها أنفاق الحرب، هذا جزء من الرحلة يعني. والجانب التطوعي بيكون هو في زيارة مزارع الأرز والبخوة، راح نشوف الناس اللي بالقرى ونحاول نساعدها. الجانب التطوعي بلاحظ انك كثير بتركز عليه وكثير بيلمسك هذا الشيء، ما دفعني انه اسال حضرتك شو اكثر رحله كان الجانب التطوعي فيها طبعا انساني جدا قريب لك ولسه لحد اليوم بتتذكره؟ رحله كينيا. لان شوفي رحله كينيا هي الرحله اللي غيرتني وغيرت شخصيتي تماما وخلتني اشوف الدنيا يعني بطريقه مختلفه. بس طبعا اول شيء حاب اقول ان احنا دائما لما نشوف مثلا عمل خيري تطوعي نفكر فلوس، لا، العمل الخيري عمره ما كان فلوس، ممكن يكون ابتسامه، ممكن تكون فكره تعطينها لشخص يستفيد منها، وكذلك ممكن تكون زياره تزورين ناس. انا ازور مثلا دار الايتام اللي في كينيا، فنقعد مع الصغاريه يعني نتحاور معاهم شو ممكن نغير في المكان، كيف ممكن نطور، احضر معاهم الكلاسات، نروح رحله نشوف مثلا شو ممكن نزرع. في وايد افكار طلعناها على مدى يعني السنتين اللي رحت فيهم كينيا، وكيف غيرنا تغيير بسيط في الدار يعني. اذا رحله كينيا فينا نقول انها من حرج في تصورك للسفر. اليوم لما نحكي عن العمل اصبح جماعي، اكيد الفريق اللي بتختاره بيكون فيه مميزات معينه، يتشاركوا معك في نقاط معينه، على اي اساس بتختارهم الاشخاص اللي بيكونوا معك في السفره؟ شوفي في البدايه اول شيء اروح البلد بنفسي، اشوف تجربه البلد، شو الاشياء اللي ممكن نسويها، بس ارجع الامارات اكتب البرنامج، اختار تواريخ معينه، بعدين اعرض البرنامج على اصدقائي واسوي له نفس بوست حق السوشيال ميديا والانستغرام وهالاشياء يعني. فممكن يعني الناس اللي حوالي يشاركون في الرحله، وفي ناس ما اعرفها عن طريق السوشيال ميديا يشاركون معنا. استاذ عبد الله، عاده يقال انه السفر عنده فوائد كبرى جدا للشخص، من خلال وجهة نظرك، من خلال تجارب، من خلال هي الرحلة والشغف الكبير بالسفر، شو استفدت منه السفر؟ شو الأشياء اللي غيرها فيك السفر؟ بداية ممكن تكون فوائد السفر متعرف عليها عند الكل، بس أنا بالنسبة لي الفوائد يعني مختلفة كانت شوي. أول شيء أن اعتمدت على نفسي، ومثل ما قلت قبل صرت صديق نفسي. كذلك أقدر أقول أنك كنت أخاف من المرتفعات، حاليا كسرت الحاجز. كنت يعني خاف مثلا من الاماكن اللي اروحها، مثلا اذا في مثلا حشرات ولا هالامور كلها، صار الموضوع جدا عادي عندي. صرت اتقبل كل انواع الاكل والثقافات. كذلك في شيء انا اعتبره شوي مختلف بس مميز، انا اسوي دعايه حق بلادي.
تحكي. طبعا اليوم حضرتك مثال لكثير من الشباب الاماراتي الذي يحمل اسم دولة الامارات في محافل كبرى وفي دول العالم، ويعطي هذه الصورة المميزة عن بلد التسامح وبلد الطموحات. اليوم من خلالك الكثير من الشباب ايضا يبحث عن الطموح، يبحث عن شغف معين، أن لا يبقى محصور في وظيفة بساعات دوام محددة، أن يكون له أكثر حركية في حياته، أن يكون له نشاطات كبرى بتساهم أيضا في تقديم يد العون للمجتمعات وللأشخاص. من خلالك ومن خلال هذه المبادرة اللي تعملها من خلال التطوع والسفر، وأنك تحمل هذا الاسم إلى كامل دول العالم وتعطي الصورة النيرة عن الشباب الإماراتي، بنحب أن نتوجه رسالة دعم وتشجيع لكافة الشباب بدولة الإمارات. رسالتي للشباب أن الوظيفة مهمة وبنفس الوقت الشغف مهم، فكل واحد لازم يوازن بين وظيفته وبين شغفه على أساس أنه يقدر يحقق أحلامه. وطبعاً في عقبات وفي مواقف الواحد يمر فيها، بس بالنهاية لازم الواحد ما يستسلم. أنت مش ضروري تنجح من أول مرة ولا من ثاني مرة ولا حتى من 10 مرة، وممكن في ناس توقفك، أو مثلاً نحط ببالنا مرات أن الوظيفة أن ما يكون في وقت. لا بالعكس، في شيء اسمه إدارة وقت، بإدارة الوقت وأن الواحد ما يستسلم راح ينجح. أستاذ عبد الله، دائماً قصص النجاح بحاجة إلى بيئة تدعم النجاح، إلى مناخ مناسب، إلى هيئات تساهم في هذه القصص وتدعم الأفراد المشاركين في قصص النجاح. عندما نتحدث عن بيئة النجاح نتحدث عن دولة الإمارات، هنا قادة شيوخ هذا البلد، الحكومة، جميع الأطراف المساهمة في هذا المستوى المعين الذي وصل له شباب دولة الإمارات. فمن خلال حضرتك المساحة لتقديم كلمات إلى قادة شيوخ دولة الإمارات، إلى القائمين على أمن وأمان البلد. في البداية شكر كبير لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وكافة شيوخ الإمارات على كل الفرص، ونحن بدعمكم راح نوصل أفضل صورة للشباب الإماراتي لكافة دول العالم. كل الشكر أيضا والتقدير لحضرتك أستاذ عبد الله آل علي. طبعا سعداء جدا بتواجدك معنا اليوم، فكرة متميزة، مشروع فريد، ونتمنى لك المزيد من النجاح والتألق. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام، الآن نصل إلى نهاية حلقة اليوم الآن الاتحاد، حلقة متميزة بطبعا لمسات إماراتية وقصة نجاح فريدة. تابعونا الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله.